ومستمعينا الافاضل تحيتنا متجدده بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا من أرضية هذا الميدان، من ميدان استوان، حيث تلتقي هذه الأسماء وتلتقي الشعارات للتنافس من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. يبدأ في هذه اللحظات أول أشواطنا المفتوحة، لتنطلق هنا الأبكار وتندفع الأسماء وتسير الشعارات من أجل الفوز، من أجل الانتصار، من أجل الزعفران وتسعيرة هجن الرياسة المرافقة لهذا المهرجان. مباشرة أسير هناك مع هذا الاندفاع، هنا في هذا الاندفاع لنسير مع المركز الاول ومع الصدارة ليتابع. هنا الشامخة لتتصدر وتسير الى المركز الاول بشعار علي بن سعيد بن محمد الخاطري، يتقدم على المركز الاول، بينما وضحى بالمركز الثاني لراشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، ايضا المركز الثالث سيادة لمحمد بن سالم بن غضيب الكعبي، بينما المركز الرابع وصلت خفاقة لمبارك بن السيل بن مبارك الاكتبي، ينتقل للمركز الخامس الوصول من الضبية الواصلة بشعار محمد بن نابت بن محمد بن خيلة، وصل بن خيلة والراسية بدأت ترسي على المركز الخامس، تغير من المركز السادس إلى المركز الخامس لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبية، بينما المركز السابع وصلت فيها لحظة لأحمد بن راشد بن محمد القراعة النعيمياتية على المركز السابع، وثامن المراكز شواهين أحمد بن كردوس بن سالم الساعدية، تاسع المراكز مع مرموقة محمد بن خميس بن بدر العليلية، وعاشرا واختتام النداء للمراكز العشرة الأولى وصلت فيها وتحركت غندورة حمدان بن راشد بن سرداح الاكتبية. لكني بعود الى المعركة والى الصراع الى النزاع من اجل الفوز. يا وضحة واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس عبر قناة ياسة وعبر هذا النقل الحي والمباشر وإذاعة الإمارات الفم التي تتابع من رأس الخيمة عبر الصوت، وكأنك ترى المركز الثاني. هذه وضحة بالمركز الأول لراشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة المركز الثاني، هناك مع الشامخة لسعيد لعلي بن سعيد بن محمد الخاطري المركز الثالث، خفاقة لمبارك بن السيل بن مبارك الاكتبية، رابع المراكز تصل فيه الراسية لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبية، والمركز الخامس العاصمة لياسر بن صغير بن عبد الله المالكية. وصل المالكية وتقدم في هذه اللحظات، والوصول من سيادة على المركز الخامس لمحمد بن سالم بن غضيب، وتحرك هنا في هذه اللحظات خيال لمحمد الحزمية بن قناص العامري، والاسماء تتدفق كالسيل الجارف. هذه قندورة وهذه القادمة ايضا مدار رامس بن محمد بن الطبيب العامري، وصل الرامس لكن وين المقدمة؟ الصراع، النزاع، الفوز. راحت وضحى على المركز الاول بشعار راشد
بن سالم بن سعيد بن حلوك وصلت العاصمة، العاصمة بالمركز الثاني. ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي، المالكي باللحظات الأخيرة ما بين العاصمة وما بين وضحى، ما بين المالكي وما بين بن حلوك، بن حلوك والمالكي اللحظات الأخيرة. أبناء السلطنة هنا مع الحوار الأخير، بدأ التسلل، بدأ الصراع، بدأ النزاع. وضحى 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 العاصمة، العاصمة العاصمة، لكن وضحى، لكن وضحى اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ما شاء الله ما شاء الله اللحظات المثيرة. وضحى 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 بالفعل هي وضحى. هنا راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يفوز بناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني العاصمة لياسر بن صغير بن عبد الله المالكي. المركز الثالث هناك وصلت فيه هنا مع مدار لراشد بن محمد لرامس بن محمد بن الضيب العامري. المركز الرابع حضرت فيه هناك الراسي سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. المركز الخامس كان مع المركز الخامس خيال لمحمد بن حزمي بقناص العامري. إذا متابعينا الكرام، وضحى بالفعل هي البطلة، هي المتوجة. راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من فاز بناموس هذا الشوط وحقق هذا الفوز والانتصار بإبداع منقطع النظير، بإبداع كبير، بإبداع الكبار وقوة الأسماء المشاركة في هذا الشوط. إذا وضحى هي الفائزة وهي المتوجة. تشاهدون هنا عبر قناة ياس اللي والتوقيت الزمني المرافق لناموس هذا الشوط بخمس دقائق 49 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك وضحى راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، بينما أدت عرض رائع تشكر عليه ويشكر مالكها اللي أتت بالمركز الثاني. ما قصرت خمس دقائق 50 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك العاصمة ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي. المركز الثالث كانت حاضرة هي أيضا مدار لرامس بن محمد بن ضيب العامري، أتى بالمركز الثالث مسجلا توقيت زمني مقداره 5 دقائق 55 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما المركز الرابع كان الحضور هناك مع المركز الرابع أيضا 5 دقائق 57 ثانية بالوفاء والتمام. كانت هناك مدار، هناك كانت بالمركز الرابع هي الراسية سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي.